مرحبا بكم يا تلاميذ ويا سندات. اليوم الاثنين 28 شتنبر 2020، درسنا اليوم في مكون الإملاء وجاء تحت عنوان ال القمرية وال الشمسية بعد لام مكسورة. لاحظوا معي يا تلاميذ، لدينا كلمة صديق، سنحاول إدخال ال على هذه الكلمة. إذن أصبحت لدينا كلمة الصديق. الآن يا تلاميذ فسنحاول إدخال اللام المكسورة على كلمة الصديق، فستصبح لدينا كلمة للصديق. فما هو التغيير الذي طرأ على كلمة الصديق؟ لاحظوا معي جيدا، قمنا بحذف همزة ال واحتفظنا باللام، مفهوم؟ أما الآن لاحظوا معي، إذا هذه اللام هي اللام المكسورة، أما هذه اللام الثانية فهي لام الشمسية. أما الآن فسننتقل للمثال الثاني، مدرسة. إذا سنحاول إضافة ال على هذه الكلمة، ستصبح لدينا كلمة المدرسة. أضفنا ال القمرية. نمر الآن لإدخال اللام المكسورة على كلمة المدرسة، ستصبح لدينا كلمة للمدرسة. إذا عند إدخال اللام المكسورة قمنا بحذف همزة ال القمرية. إذا اللام الأولى هي اللام المكسورة، أما اللام الثانية فهي لام ال القمرية. نمر الآن للمثال الثالث، لاعب. لاحظوا معي، ما هو الحرف الذي تبتدئ به هذه الكلمة؟ إنه حرف اللام. نمر الآن لإضافة ال على هذه الكلمة، ستصبح لدينا كلمة اللعب. أضفنا ال الشمسية. سنضيف الآن اللام المكسورة على كلمة اللعب، ستصبح لدينا كلمة للعب. لاحظوا معي جيدا التغيير الذي طرأ على هذه الكلمة. قمنا الآن بحذف ال الشمسية كاملة، واحتفظنا فقط بكلمة اللعب، وأضفنا اللام المكسورة. إذا دائما الكلمات التي تبتدئ باللام نحذف ال كاملة إذا أردنا إدخال اللام المكسورة. إذن من خلال ما سبق نستنتج أنه إذا أدخلنا اللام المكسورة على الكلمات التي تبتدئ بال الشمسية أو بال القمرية فإننا نحذف همزة ال فقط، ولكن عندما ندخل اللام المكسورة على الكلمات التي تبتدئ باللام فإننا نحذف ال الشمسية كاملة.